لو سمعت تصريحات كابتن شاوي غريب قبل مباراة مصر وأرجنتين كنت حسيت إن الراجل عنده هدف واحد بس، إن هو ينزل يكسب المباراة وينزل يعمل كم هجوم قدام المنتخب الأرجنتيني. لو شفت مباراة مصر والأرجنتين هتعرف إن أنت اتضحك عليك، اتضحك عليك من المدير الفني اللي كان نازل ناوي إن هو يهاجم ويكسب، يا اللعيبة دي هي اللي ما تعرفش تهاجم وما تقدرش تفرض سيطرتها على أي منافس. تعرف إن أنت قدام مصيبتين، يا مصيبة إن في مدير فني كذاب بيقول حاجة في الإعلام وجوه الملعب بينزل يعمل حاجة، يا المدير الفني ده في نيته إن هو يهاجم بس العناصر بتاعتك ما تسمحش بكده. لانك لو اتفرجت على مباراه مصر والارجنتين او حتى اتفرجت على مباراه الارجنتين واستراليا اللي فاتت، والمنتخب الاسترالي ازاي ما كانش هايب منتخب الارجنتين وازاي كان نازل يعمل هجوم هجومي، هتلاقي ان انت متاح لك انك تنزل تعمل هجومي. ده كمان ايه، المنتخب الاسترالي عمل جيم هجومي وكسب الارجنتين 2-0، وكمان كان في لاعب مغلوب من المنتخب الارجنتيني، ده معناه ان المنتخب الاسترالي ما كانش هايب الارجنتين. فانت تيجي تعمل ايه؟ انا اخاف من الارجنتين اكتر. اللي هو ازاي اساسا منتخب الارجنتين، احنا لعبناه قبل كده في الاولمبياد وكسبونا 7-1. طب يا كابتن ده جيل وده جيل، ده جيل ضايع خالص. طب بص هنلعب على المرتدات واحط مثلا لعيب زي عمار حمدي مكان امام معاشور. وفكره عمار دي بصراحه روشتني، اللي هو كابتن شوقي بجد ناوي ان هو يتحكم في رتم الملعب، وناوي بجد ان لعيب زي عمار يتيح له ان هو يسيطر على الكوره وان هو يخلق فرص. بس لما نزلت اتفرجت على المباراه بيلعب على المرتدات برضه. طب ايه الفرق طب ما بين عمار وما بين امام؟ يعني ده بيلعب ليه وده ما كانش موجود النهارده ليه؟ طالما كده كده هتدافع مفيش فرق. طب لو دورت على ان انت فعلا ناوي تعمل جيم هجومي، هل انت عندك الادوات اللي تخليك تلعب جيم هجومي؟ لا اطلاقا، كلها لعيبه اوفر ريتد واخده حجم اكبر من حجمها بكتير جدا. احمد ياسر لعيب مجتهد جدا. رمضان صبحي قلت لك قبل كده، رمضان صبحي لما بيتحط عليه ضغط ويكون مطلوب منه ان هو يشيل الفريق ما بيشيلش الفريق، بيحنكش وبيقعد يباصي وبيدي ظهره والكلام ده، ده اخر ما عنده. انما ان هو يشوط ويسجل، رمضان من زمان معروف انه ما بيعرفش يشوط، ومعروف من زمان ان انت عايز تقتل رمضان صبحي خليه يشوط. فلما في فرصه تجيله النهارده في الستة ياردة انه يشوط، بيختار ان هو يلعب في الضيقه وما يلعبش في البعيده، اللي هو حسبي الله ونعم الوكيل. بس عادي، بجمله كل حاجه وسخه بتحصل. ده احنا حتى امبارح لما الطيار نزل ومنتخب مصر لكره اليد فاز، قال لك ده عشان ابننا وابنهم. فاحنا تقريبا كده نوايانا وسخه وما نستاهلش ان احنا نطلع فرحانين في اي حاجه. فعشان كده بنتكافئ ان احنا بننزل نخسر قدام منتخب زي منتخب الارجنتين. منتخب الارجنتين اللي دورت عليه هتلاقي ان هو منتخب سيء، بس للاسف الشديد عيان بيلعب ميت. وبسم الله ما شاء الله المنتخب الارجنتيني اول ما سجل في الدقيقه 46 قرر يتراجع وينزل يعمل جيم دفاعي. ولما قرر يعمل جيم دفاعي انا قلت المباراه ضايعه اساسا من اول نص ساعه، لان احنا بعد اول نص ساعه ما رحناش. اما رد الفعل بقى والفرقه المحترمه اللي بعده بيجي فيها جون بتفتح، مين قال لك ان احنا مين اللي قالك بجد يعني فرقة محترم؟ صلاح محسن مثلا يعني منتظر منه ايه؟ طاهر محمد طاهر منتظر منه ايه؟ فاهم يعني، انت فاهم الفكره؟ فاهم ان احنا ما عندناش عناصر اساسا، وان احنا الناحيه الهجوميه بتاعتنا اتدمرت بالحلم اللي بوظه كلوب، بحلم ان صلاح يكون موجود معانا في الاولمبياد، والحلم كمان اللي دمره مدرب جلطة سراي بان مصطفى يكون معانا في الاولمبياد. وبعد كده لما رسيت على رمضان واحمد ياسر ريان وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، هو ده اخرنا؟ والله بجد هو ده اخرنا بالعناصر المتاحه دي؟ حتى لو حزننا وزعلنا هو ده اخر اللعيبه المتاح بالنسبه لنا؟ هتقول لي لا اللعيبه دي جامده جدا في الدوري المصري، علشان خاطر في ناس هرايه كتير بتطلع اللعيبه دي وبتديها حجم اكبر من حجمها بكتير، مع انهم قليلين قوي ومع انهم شخصياتهم بتبان في الماتشات اللي زي دي. شفت انت النهارده الماتشات اللي كان منتظر ان شخصيات اللعيبه تكون قويه جوه الملعب، قرر ان احنا ندافع. هتقول لي لا محجازي والشناوي والونش ماشي، دول ثلاثة بيسندوا معاك الخط الخلفي. أسامة جلال محدش عارف هو لحد دلوقتي بيلعب ماتش زي النهارده ليه، لعيب كان تايه مش شايف قدامه. بس بجملة كل حاجة غلط بتحصل في المنتخب المصري، وبجملة كل حاجة غلط وفضايح كتير بتحصل في أم البعثة اللي موجودة في طوكيو دي، هي الفكرة عندهم إن احنا رايحين بأكبر عدد، مش مهم بقى أكبر عدد ده يعمل فضايح يطلع من دور الأول، أهم حاجة إن احنا رايحين بأكبر عدد. لا عزاء لكابتن شوقي غريب ولا عزاء للجيل المالطي ده، عزاء لينا احنا كمشجعين إن احنا تعاطفنا معاهم وإن احنا صدقنا حلم ان احنا ممكن نصعد بعد ما عملنا مباراه دفاعيه ونسينا ان الدفاع في الكوره هو اسهل حاجه، بس قلنا عادي يمكن ربنا يكرمنا ونصعد. بس مع الاسف الشديد ما نستاهلش نصعد ككوره وما نستاهلش نصعد كنفسيات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك بجملة برضه.